أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في إندبندنت عربية: الميليشيات تمنع أهالي جرف الصخرة العراقية من العودة إليها. في العربي الجديد: صراع سياسي على الزعامة في مناطق شمال وغربي العراق، حراك مناوئ للحلبوسي. في الزمان: تواصل ارتفاع الإصابات بكورونا وكردستان يتصدر الموقف بتسجيل 1300 حالة. في الشرق الأوسط: الهند تطلق حملة تطعيم ضد كوفيد-19. في القدس العربي: حظر تجوال في فيلادلفيا بعد احتجاجات عنيفة على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة. في عربي 21: دعوات للتضامن مع مصري تحاكمه النمسا لدفاعه عن القرآن. وفي الحرة: عراق حالات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى نقطة حرجة. ثورة تشرين أكملت عامها الأول بثبات وصمود قل نظيره، وهو ما يراه الكاتب عماد الدين الجبوري في مقالة له جاء فيها: إن يوم تجديد الانتفاضة العراقية يعني أن الإرادة الوطنية لا تزال حية وفاعلة ضد المشروع الإيراني وأذرعه الولائية، ومهما استخدموا من وسائل القمع والقتل والتعذيب والاختطاف فإنهم لن يستطيعوا كسر إرادة العراقيين. إن نجاح التنسيقات في المحافظات المنتفضة داخل العراق في تحشيد التظاهرات المليونية التي اشتركت فيها اتحادات الطلبة وشيوخ عشائر وشخصيات وزخم هائل من المواطنين في تجديد انتفاضة تشرين الأول يوم 25 من الشهر الحالي يوضح ويؤكد أن الانتفاضة صامدة ومستمرة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف التظاهرات بأنها استذكار سلمي لأحداث تشرين، وهذه قراءة مغلوطة، إذ إنها انتفاضة مستمرة وصامدة وليست استحضاراً لذكرى سابقة، كما أنها انتفاضة شعبية عارمة تعد امتداداً لانتفاضات ماضية تحت مسميات الكهرباء والبطالة ومحاربة الفساد. فالوضع الحالي نتاج تراكمات كثيرة بسبب الفساد المالي والإداري، ثم استفحال الفصائل الولائية التي تفرض نفسها عنوة على الدولة والمجتمع، وبعدما فشلت الأحزاب الدينية الحاكمة والميليشيات الموالية لإيران في العام الماضي باستخدام القوة المفرطة، فسقط المئات وجرح الآلاف لإخماد الانتفاضة، اتجهت بفرض سطوتها على ساحات الاعتصامات بالاغتيال والخطف وإحراق الخيام، وبعد صمود انتفاضة تشرين وثبات شبابها إلى إسقاط النظام ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، فإن مخطط الكتل الموالية لإيران باختراق الانتفاضة وحرفها عن أهدافها وحصرها بمطالب التعديلات والإصلاحات باءت بالفشل أيضاً. ويضيف الجبوري إن خروج الأطفال في المسيرات وهم يهتفون يعني أن المستقبل لهذا الجيل الصاعد لا الدخلاء ولا العملاء بل الأصلاء من أبناء الوطن، وإن غداً لناظره قريب. تستمر الأحزاب الحكومية بمحاولاتها الرامية إلى إجهاض الانتفاضة والالتفاف عليها بشتى الوسائل، وهو ما تناوله الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة جاء فيها: رغم أن مطالب المتظاهرين عادلة ومشروعة وواجب الإصرار على تحقيقها مهما غلت التضحيات، إلا أن الانتفاضة إذا ما بقيت بنهجها الحالي لن تفلح في إحداث التغيير المطلوب ولن تحقق شيئاً من مطالبها، وستبقى رهينة وعود مصطفى الكاظمي الذي لن ينفذ أياً منها. قفازات الكاظمي المخملية التي يستخدمها لتبريد خواطر المنتفضين منحت انتفاضتهم الجديدة مشروعية وجعلتها أخطر على احتلاله وعلى مستقبل ذيوله، وهو ما جعله أقل صبراً وأكثر ميلاً إلى استخدام العنف لوقفها. إن انتفاضة تشرين منذ اندلاعها في العام الماضي خسرت 700 شهيد من شبابها وآلاف المعتقلين والمخطوفين من نشطائها، وهي خسارة فادحة دون ريب وبكل المقاييس، ولكن خسارة أحزاب السلطة الإيرانية في العراق كان أضعافاً مضاعفة
تكبدتها في محاولاتها إرهاب شباب الانتفاضة، أو على الأقل إفراغها من أي مضمون ثوري حقيقي يؤدي إلى قلب موازين اللعبة من أساسها. الوقائع أثبتت أن مقابل كل ذلك العنف الذي استخدم لقمعها، كانت الانتفاضة تتصاعد ويشتد عودها، ويرفع شبابها سقف مطالبهم ليصل إلى حد الهتاف، لا ضد الأحزاب الولائية الإيرانية وحسب، بل ضد مخترعها ومالكها ومحركها الإيراني نفسه، مع حرق قنصلياته في المحافظات، ومعها مقار الأحزاب الحاكمة ذاتها، ومع عودة الانتفاضة إلى ساحات الثورة في تشرين الأول الحالي، وخوفاً من أن تتحول إلى ثورة شعبية فاعلة أكثر، فقد لجأ الكاظمي ومعه أحزاب السلطة وميليشياتها إلى أسلوب المداهنة والنعومة المفتعلة مع الانتفاضة وتسيير قوات الجيش والشرطة بحجة حمايتها، ولكن الحقيقة هي لمنعها من الاتساع. ويضيف الزبيدي بدون الحزم والحسم وإعلان رفض المنتفضين لأحضان مصطفى الكاظمي وبدون ضمه إلى جبهة أعداء الإرادة الحرة الحقيقية للشعب العراقي كأي واحد من جلاوزة الاحتلال الإيراني وأدواته الفاعلة، لن يكون للانتفاضة معنى، وسيكون حالها كحال أي ظاهرة صوتية عابرة لا تسمن ولا تغني من جوع. إلى مقال جديد بعنوان داغر تناول الواقع التنموي، الكاتب منقذ داغر يتناول الواقع التنموي في العراق بمقالة جاء فيها: لم تستطع الحكومة في العراق وربما لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، لم تعجز عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وبقية من يتقاضون رواتب عامة والذين يزيدون عن 8 ملايين عراقي، فيما تشير تقديرات اليونيسف إلى زيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية قد تصل إلى 20%. فعلينا إذن توقع سقوط عدد أكبر من العراقيين في براثن الفقر. إن نسبة العراقيين الذين تقع مستويات دخلهم ضمن الفئة الغنية قد شهدت تغيراً سلبياً كبيراً، لتنخفض بأكثر من النصف وتصل إلى 10% فقط من سكان العراق، بعد أن كانت تشكل أكثر من 16% عام 2007. والمعلوم أنه كلما اقترب شكل مستويات الدخل من الشكل الهرمي المنتظم، كلما زادت إمكانيات الاضطرابات الاجتماعية السياسية، كما أن اتساع حجم الطبقة الوسطى مقابل تقلص الطبقتين الغنية والفقيرة يساعد على انتظام الحياة الاجتماعية وتحسن مستويات النمو الاقتصادي. وطبقاً لتقديرات اليونيسيف في تقريرها عن التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا على مستويات الدخل في العراق، فإن نسبة الفقر المدقع سترتفع من 11.5 إلى 13.4% هذه السنة، لتصل إلى حدود 32% مقارنة ب 20% في عام 2018، وهذا يعني دخول 4,200,000 عراقي تحت خط الفقر، ليصبح مجموع العراقيين الذين يعيشون تحت هذا الخط حوالي 11,500,000 شخص، معظمهم يعملون في القطاع الخاص أو عاطلين عن العمل. إن هذا التآكل الشديد في حجم الطبقة الوسطى والمصحوب بنمو شديد في الطبقة الفقيرة لابد أن ترافقه جملة مظاهر اجتماعية وسياسية وثقافية تزيد من احتمالات الصراع الاجتماعي والسياسي وتقليص إمكانيات الروافع الاقتصادية المؤدية إلى نهوض الاقتصاد الوطني. ويضيف الكاتب منقذ داغر أن مشكلة التنمية في العراق تثبت مرة أخرى، وكما ثبت في كثير من دول العالم، أن الاقتصاد متغير تابع للسياسة، وبالتالي لا يمكننا توقع أي تحسن في مستوى النمو الاقتصادي ما دامت السياسات البائسة في مجالات الحوكمة والأمن ومكافحة الفساد والبيروقراطية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لم تتحسن. باختصار، إن العراق يحتاج إلى انتفاضة سياسية مؤسسية كي يتمكن من تصحيح أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية. الكاتب أدهم إبراهيم تناول تصريحات الكاظمي الأخيرة التي قال فيها إنه يرقص مع الثعابين، في مقالة جاء فيها:
إن عملية تمرير الكاظمي لم تنجح لولا زيارة خاني المندوب السامي الإيراني للعراق، وما موافقة إيران عليه إلا لكونه شخصية ضعيفة أمام إرادة الولي الفقيه وميليشياته التي تتحكم بالعراق وشعبه، وبالإمكان تحريكه بما يتناغم ومصالح طهران التوسعية. بعد معاناة وصبر منقطع النظير على مدى 17 عاماً، انتفض الشعب العراقي في تشرين من العام الماضي نتيجة انهيار الدولة ومنظومة القيم والأخلاق والقانون، يرافقه سطوة السلاح المنفلت والخطف والتعذيب والاغتيالات في وضح النهار وسواد الليل، والنهب المستمر لمختلف موارد الدولة. ولم يحصل المنتفضون خلال عام كامل من الانتظار والتضحيات الجسام سوى الوعود الكاذبة والمماطلة والتسويف وتبادل الأدوار بين المقربين والعملاء من أحزاب وميليشيات الولي الفقيه وحرسه الثوري الذين يمثلون أبشع احتلال لدولة عريقة مثل العراق تدعمهم أمريكا، مدفوعين برغبة سادية للتنكيل بالشعب العراقي البطل وسلب موارده وكبح جماحه نحو التقدم والنهوض في المنطقة التي كان رائداً في تقدمها. استغرق العراق أكثر من 6 أشهر لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة عادل عبد المهدي نهاية تشرين الثاني 2019، وتقصدت الأحزاب والكتل الحاكمة تعقيد المهمة ووصفتها بالصعبة لخداع المنتفضين والشعب العراقي لتمرير مصطفى الكاظمي والترويج له على أنه من المعادين لإيران، وهو في الحقيقة مرشحهم الأخير بعد فشل عادل عبد المهدي في قمع الانتفاضة بأسلوب فاشي دموي لا يقدر عليه إلا من كان خادماً وفياً للأجنبي، فتلطخت أيديه بدماء العراقيين الشرفاء الذين لم يطالبوا إلا بوطن آمن. ويضيف الكاتب: هكذا حصل الكاظمي على موافقة إيران ودعم الفصائل الموالية لها، وبمجرد تعيينه رئيساً للوزراء بدأت هذه المجموعات تسمية مرشحيها للوزارات، خصوصاً الدفاع والمالية والخارجية والصحة كما هو متبع في كل مرة. إلى مقال في الشرق الأوسط بعنوان اشتداد صراع الانتخابي بين ترامب وبايدن، موضوع مقالة للكاتب عثمان ميرغني جاء فيها إن النظام السياسي الأمريكي معطوب، ورئاسة ترامب سلطت الضوء على كثير من هذه العيوب، فهناك ناخبون يجدون أنفسهم حائرين بين رئيس في 74 قد لا يحبونه ومنافس على أعتاب 78 لا يثير حماسهم، ولا يوجد منافس ثالث جدي يمنحونه أصواتهم لأن نظام الحزبين المسيطرين لا يتيح بروز مرشح مستقل أو حزب جديد يملك فرصة حقيقية للمنافسة. الأمور ستكون مختلفة في هذه الانتخابات، هكذا قالت هيلاري كلينتون في مقابلة هذا الأسبوع عندما سئلت عما إذا كانت تتخوف من مفاجآت تقلب الطاولة مثل ما حدث في انتخابات 2016 عندما كانت كل استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمها على دونالد ترامب وتعطيها الأفضلية في الفوز. المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة بدت واثقة من فوز جو بايدن هذه المرة، وتقول في المقابلة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز: لا أستطيع مجرد التفكير أن ترامب سيفوز، لقد تعلمنا من سجل 4 سنوات من رئاسته، ولكي يتجنب الديمقراطيون المفاجآت ويضمنوا انتصار بايدن هذه المرة فإنهم يحتاجون إلى الفوز في ولايات الحسم التي انتزعها منهم ترامب في الانتخابات الماضية وقلب كل توقعات المراقبين ونتائج استطلاعات الرأي رأساً على عقب. المعركة في هذه الولايات ما تزال على أشدها، ونتائج انتخابات الكونغرس. هناك مشكلة أخرى تواجه معسكر الديمقراطيين هي شخصية بايدن، فالرجل لا يتمتع بمقدرات خطابية أو استقطابية تشعل الحماس وسط الناخبين، كما أن شخصيته الملتزمة بالأصول تجعله يبدو باهتاً وضعيفاً في مواجهة غوغائية ترامب ومبالغاته التي تضعه دائماً وسط دائرة الضوء في اهتمام الإعلام وفي كثير مما يتناقله الناس في وسائل التواصل ويثير حنقهم أو ضحكهم، فترامب حيثما ذهب وتكلم تجد شيئاً مثيراً للجدل.
ويضيف الكاتب: يتساءل كثيرون كيف أن حزبا كبيرا مثل الديمقراطيين يفشل في تقديم مرشح أكثر شبابا وأكثر حيوية يملك المؤهلات السياسية اللازمة لمعركة مهمة وحاسمة كهذه، وكيف أن حزبا عريقا مثل الجمهوريين يترك رئيسه يشكك في النظام الانتخابي ويتحدث عن تزوير خطير مهددا بأنه لو هزم فلن يقبل النتيجة. المقال الأخير من صحيفة القدس العربي، ويقول فيه الكاتب فايز رشيد الذي سلط الضوء على علاقة الكيان الصهيوني بالسينما الهندية في بوليود وما وراء ذلك، يقول في هذه المقالة: أصبحت الهند من أكبر مشتري الأسلحة الإسرائيلية الصنع وثاني أكبر شريك عسكري لها بعد روسيا، وفي 2009 تم عقد صفقات عسكرية بين البلدين بقيمة 9 مليارات دولار، والعلاقات العسكرية والاستراتيجية بين البلدين تمتد إلى التدريبات المشتركة وتكنولوجيا الفضاء في 24 من أكتوبر 2018. المزيد في سياق هذه المادة: لا تأنف الحركة الصهيونية ووالدتها الإسرائيلية عن استعمال الأساليب كافة الداخلية والخارجية عن طريق أصدقائها في العالم للترويج لسياساتها والتغطية على جرائمها لمن تحتل أرضهم منذ ما يزيد عن 72 عاماً. إنها باختصار تقلب الحق إلى باطل والأخير إلى حق مكتسب لها. مؤخراً نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريراً يكشف من خلاله كيفية استخدام إسرائيل شركة بوليوود السينمائية في الهند لتبييض وجه الاحتلال القبيح للأرض الفلسطينية وتشتيت الانتباه عن انتهاكها لحقوق أبناء شعبنا. وبعدها أطلق على هذه السياسة مصطلح سياسة بوليوود. ففي الأول من تشرين الثاني المقبل سيتم بث فيلم درايف، أول فيلم في المهرجان على شبكة نتفليكس، وقد تم تصوير أجزاء منه في شوارع تل أبيب. ويعد هذا الفيلم أول عائد استثماري من شأنه تعزيز القوة الناعمة لبوليوود من أجل التعاطي مع صورة المتدهورة للكيان الصهيوني في الغرب. وفي محاولة لدخول الأسواق الجديدة وجذب السياح، عرضت إسرائيل الاستثمار في الأفلام بامتيازات ضريبة، وأبرز مثال على ذلك فيلم درايف الذي تم تمويله جزئياً من قبل وزارة السياحة الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أن المشروع الإسرائيلي البوليوودي المشترك يجد طريقه في أوساط وسائل الإعلام الهندية والإسرائيلية، يمثله حرص نتنياهو على لقاء ممثلي ومخرجي الهند. ويضيف الكاتب أن بناء العلاقة بين الهند وإسرائيل يقوم أساساً على زواج بين الصهيونية المتطرفة والقومية الهندوسية المتطرفة. إلى هذا الخبر المنوع، وفيه قتل شرطي فلبيني خلال عملية دهم لمصارعة ديوك غير مشروعة بعدما قطع نصل ديك شريان فخذه حسب ما ذكر مسؤول الثلاثاء. ومصارعة الديوك هي رياضة دموية شائعة في الأرخبيل، حيث يراهن بالمال على نتيجة قتال مميت بين ديكين ملونين مزودين بنصلين معدنيين. وحضرت هذه الرياضة إلى جانب أحداث رياضية وثقافية أخرى خلال جائحة كوفيد-19 لمنع الحشود الكبيرة من التجمع ونشر العدوى. وقد وقع الحادث المخيف في مقاطعة الشمال سمر في وسط البلاد، عندما التقط الملازم كريستيان بولوك ديكان أثناء قيامه بجمع أدلة على إقامة هذه المصارعة غير القانونية. وقال قائد شرطة الإقليم الكولونيل أرنيل أبود لوكالة فرانس بريس إن النصل أصاب فخذ بولوك اليسرى ونزف حتى الموت، وأضاف: لقد كان حادثا مؤسفا وضربة من سوء الطالع لا أستطيع تفسيرها، وتابع: لم أصدق الأمر عندما أبلغت بالحادث. هذه المرة الأولى منذ 25 عاماً كشرطي أفقد فيها رجلاً بسبب نصل ديك مصارع. وأوضح أبود أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص وضبط ديكين مع مجموعتين من الأنصال خلال عملية الدهم التي أجريت في بلدة سان خوسيه، حيث كان بولوك قائد الشرطة.
الآن إلى الكاريكاتير. وصلنا إلى نهاية حلقة صدى الأقلام هذا اليوم. ظلوا في رعاية الله. إلى اللقاء.